مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة. نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته المواقع الأخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. والبداية من التقرير الذي أعده موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية عن الدعم الإيراني للميليشيا وعلق الموقع: إيران تجمع المزيد من التبرعات للحوثيين لحماية نفوذها في اليمن. وتقول التفاصيل: تستغل دولة إيران الدعم الأبرز لميليشيا الحوثي المناسبات المختلفة لجمع التبرعات لذراعها في اليمن وتغذية الحرب التي أشعلتها أو التي أشعلت فتيلها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية تنفيذا لمصالح داعميها. وعن طريق جمع الأموال لدعم الميليشيا يفيد التقرير أن إيران تعمل على جمع التبرعات لحلفائها في اليمن عن طريق بعض اليمنيين الموالين للحوثيين خارج اليمن وعن طريق وفود تابعة لهم. في مطلع يونيو الماضي زار وفد رفيع من الميليشيا برئاسة رئيس ما يسمى رابطة علماء الدين، ويعتقد أن زيارته كانت لذات الغرض. ويقول الباحث في الشؤون الإيرانية والخليجية عدنان هاشم أن تبرعات إيران لميليشيا الحوثي في مواسمها المتعددة تعني أن الحرب القادمة تحتاج إلى المزيد من الأموال، وعلى إيران تقديم الكثير للميليشيا من أجل مصالحها في اليمن. إلى موقع المصدر أونلاين والذي تابع أحد الموضوعات وعنوان: جنود وضباط في الداخلية يقطعون الطريق احتجاجا على عدم صرف رواتبهم من قبل الحوثيين. الموقع نقل عن شهود عيان قولهم أن جنودا في وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين قطعوا الشارع العام بجوار الوزارة في العاصمة صنعاء ومنعوا المركبات من السير. وقال مصدر أمني للمصدر أونلاين إن نحو 200 جندي بينهم ضباط قطعوا الشارع احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم من قبل الوزارة، وأن أغلبهم سجلوا في بيانات الوزارة بأنهم غياب. يتابع الموقع أيضا: وكان الحوثيون قد نهبوا أكثر من 20 مليار ريال يمني من حساب صندوق التقاعد في الوزارة بالبنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى أنهم امتنعوا عن صرف رواتب الجنود التابعين للأمن في تعز ومأرب. خريطة الطريق الأممية: إعادة إنتاج الصراع في اليمن. تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها المنشور في العربي الجديد، وقالت الكاتبة: شهدت المفاوضات اليمنية في الكويت أخيراً تحولاً مفاجئاً في مسارها السياسي، وذلك بعد تداول خريطة طريق أممية لحل الأزمة اليمنية، بما يعني في فرضها على الأطراف المتفاوضة لإنهاء انسداد مفاوضات عبثية دخلت شهرها الثاني، ولا يبدو أنها ستفضي إلى تسوية سياسية قريباً. قرر المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة والدول المؤثرة في الأزمة اللجوء إلى التدخل الجراحي بخريطة طريق غير قابلة للنقاش، لكن الطريقة التعسفية التي تم بها إخراج صيغة خريطة الطريق هذه ومضامين بنودها لا تظهر حرص المجتمع الدولي على إيجاد مخرج آمن للأزمة اليمنية بقدر الحرص على إيقاف مؤقت للحرب، وبما يكفل إعادة الكرة إلى الملعب اليمني وإعفاء الأطراف الإقليمية منها، وليس إنهاء حالة الاحتراب والقضاء على جذور الصراع بما يضمن عدم تكرار دورات العنف مستقبلاً. المضامين السياسية للإحاطة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وكذلك خريطة الطريق الأممية التي تطرق إليها يلخصان التموضع الجديد للمجتمع الدولي في الأزمة اليمنية، إذ يتعدى دور المراقب الذي طالما اتخذه المجتمع الدولي منذ بدء الحرب في اليمن إلى دور المشرعين لاستدامة الصراع عبر القفز على التهيئة للخيار السياسي بين الأطراف اليمنية، وكذلك إنشاء آلية دولية لمراقبة الأعمال القتالية في الميدان وتثبيت وقف نهائي للقتال، وكذلك تأمين وصول المساعدات الإنسانية في المناطق المغلقة. إلى عدن تايم والذي عنون في صفحته الرئيسية: شرطة عدن تبطل مفعول عبوة ناسفة زرعت في سيارة قيادي بالمقاومة الشعبية. وقال الموقع نقلا عن مصدر أمني إن خبراء متفجرات بإدارة شرطة عدن تمكنوا من إبطال عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة قائد المقاومة أو قائد في المقاومة بمدينة كريتر.
وأكد المصدر أن سيارة القيادي كانت متوقفة في أحد الأسواق الشعبية وسط مدينة كريتر، وتم العثور على العبوة الناسفة في السيارة موصلة بشريحة اتصال، وتم إبلاغ إدارة شرطة عدن. ومن عناوين الموقع أيضا: 7000 انتهاك للانقلابيين في تعز وثلاثين ألف متضرر. وأيضا إلى موقع التغيير نت، والذي عنون في صفحته الرئيسية: هيئة مستشفى الثورة يطلق نداء استغاثة لإنقاذه من أوضاع التي تهدد بالتوقف. وقال الموقع إن إدارة المستشفى أصدرت بيانا صحفيا ناشدت فيه الجهات الحكومية والمنظمات الداعمة ومنظمات المجتمع المدني سرعة مساعدته لإنقاذه من الأوضاع التي تهدد بتوقفه. وقال البيان إن الهيئة تواجه عجزا كاملا في تسديد مستحقات الكادر العامل في مركز الطوارئ الجراحي لشهر يونيو 2016 والبالغة 19 مليون و500 ألف ريال تقريبا، بعد انتهاء مدة الاتفاقية الموقعة مع جمعية الهلال الأحمر القطرية نهاية شهر مايو 2016، بالإضافة إلى وجود عجز متراكم في مستحقات الكادر للأشهر التسعة السابقة. وأضاف البيان أن الهيئة تواجه مشكلة في الكهرباء بعد تعطل مولد الهيئة الوحيد، وتستخدم الهيئة حاليا مولد المختبر المركزي بجهده القليل لتقديم بعض الخدمات فقط. العرب في عالم يتغير. تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال الكاتب: كل العالم يتغير إلا العرب، الذين ما زالوا أسرى لصراعاتهم الداخلية التي دفعتهم للتحول إلى مجتمعات متناحرة، سواء في علاقاتهم الخارجية أو في الإطارات المحلية، حيث تحولت الكثير من المجتمعات الداخلية إلى مساحات للاقتتال كما هو حاصل في العراق واليمن وليبيا وسوريا، فيما عدد من الدول العربية مرشح لانفجارات مماثلة والتي من شأنها أن تقود إلى احتقان أكبر وأكبر. من الذي يدفع ثمن هذه الصراعات الدامية في أكثر من قطر عربي؟ من المؤكد أن قطاعات واسعة من المجتمعات العربية تدفع ثمن الصراعات التي تسير على خطين: الأول في إطار البحث عن السلطة، وفي هذا تستميت بعض الجهات السياسية للحصول على السلطة بأي ثمن، والثاني في إطار الصراع المذهبي الذي صار يتمدد بشكل أكبر ومخيف، بخاصة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث جرى تجيل الصراع المذهبي لصالح بعض المؤسسات السياسية. العرب سلموا زمام أمورهم لغيرهم، ولهذا نجد مواقفهم السياسية تتباعد في بؤر الصراعات الإقليمية، فضلا عن الصراعات الداخلية التي لا تزال تشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة. هذا الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العرب اليوم سوف يقودهم إلى مستقبل مجهول، بخاصة في ظل الانقسامات التي تسود علاقاتهم البينية، وتقييمهم للمرحلة التي يعيشونها لا تزال قاصرة، إذ إن ارتهانهم لصناع القرار خارج محيطهم يحبط أي إصلاحات داخلية تحاول القيام بها بعض الجهات الداخلية، مثل ما حدث في ثورات الربيع العربي والتي تم إحباطها في المهد، فلم يسمح لرياح التغيير أن تأخذ دورها في هذه المجتمعات. إلى موقع عدن الغد، والذي تابع أوضاع إحدى مديريات أبين التي يعتمد أهلها في دخلهم على أعمال متعددة، منها تربية الأغنام والإبل والنحل والزراعة، إضافة إلى بعض المهن الحرفية التقليدية. ويقول الموقع إن مديرية المحفد تعاني من شح الإمكانيات والدعم منذ فترة زمنية طويلة، حيث بات الكثير من المواطنين يتطلعون وينتظرون الدعم من السلطات بمحافظة أبين، فالمزارعون بحاجة للمواد الزراعية ولا يجدون من يوفرها لهم. كما أن الأهالي يواجهون مصاعب جمة في الحصول على الماء، وتفتقر المديرية لمشاريع المياه في معظم القرى، ويعتمد البعض على الحمير في نقله. وعن التعليم في المديرية يقول الموقع: يتلقى مئات الطلاب تعليمهم تحت الأشجار بسبب انعدام المباني، ولا يوجد غير 3 مدارس للتعليم الثانوي، إحداهن متوقفة. إلى موقع يمن مونيتور، والذي عنون في صفحته الرئيسية: الحكومة اليمنية سلام شامل باليمن أو فرضه بالقوة. ونقل الموقع عن رئيس الوزراء بن دغر: إن أزمة البلاد وصلت مداها، ولا حل سوى بسلام شامل أو فرض السلام بالقوة.
ويضيف الموقع أن بن دغر حمل الحوثيين والرئيس اليمني السابق المسؤولية الكاملة عما لحق بالبلاد من دمار، وأكد أن الحكومة عادت إلى عدن لمحاولة وقف التدهور وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأوضح أن الجزء الأكبر من الرواتب والموازنات قطعت عن عدن ومناطق أخرى، ولا يرسل البنك المركزي لها إلا الفتات. قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعود الترحيب بكم مشاهدين الكرام، ونصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم، والبداية من صحيفة الخليج والتي عنونت: الحكومة اليمنية ترفض شرعنة الانقلاب وتلوح بفرض الحل. وتقول الصحيفة في التفاصيل: أعلن وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام اليمنية بالكويت أن الخلاف مع الانقلابيين ما زال خلافا جوهريا، وذلك بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوبة اتباعها لإنهاء الانقلاب، ونتيجة لتعنتهم ومراوغتهم لم يتم الاتفاق على أي شيء في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والإطار العام. وأكد وفد الحكومة إلى مشاورات السلام اليمنية بالكويت أنه وخلال المشاورات ظل متمسكا بموقفه المستند إلى المرجعيات المتمثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبما اتفق عليه في مشاورات بييل والنقاط الخمس المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذا جدول الأعمال. إلى صحيفة عكاظ السعودية والتي عنونت: الشرعية اليمنية ترفض أفكار ولد الشيخ. وتنقل الصحيفة عن رئيس الوفد المفاوض في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي تأكيده رفض الشرعية لأفكار مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، لافتا إلى أن بعض تلك الأفكار لم تطرح أساسا ولم تكن محل نقاش، وبعضها الآخر تم رفضه في حينه. ونتابع أيضا في الصحيفة السعودية: وكان الوفد الحكومي في مشاورات الكويت ذكر في بيان أمس الأول أنه لم يوافق أو يلتزم بمناقشة أي أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات، ومنها الأفكار التي أعلنها ولد الشيخ. ومن عناوين عكاظ أيضا: قيادات يمنية، الحوثي وحزب الله يؤدون مهمة إيرانية. صحيفة العربي الجديد والتي عنونت: مؤسسة المياه في اليمن مهددة بالانهيار. وقالت الصحيفة في التفاصيل: باتت مؤسسة المياه المحلية في المدن اليمنية مهددة بالانهيار نتيجة الأزمة المالية وعدم توفر ميزانيات تشغيلية بالإضافة إلى تداعيات أزمة الوقود. وأكدت المؤسسة المحلية للمياه بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن عمليات ضخ المياه إلى عموم المديريات توقفت منذ الأربعاء 29 يونيو بسبب نفاذ الوقود الخاص بمحركات الضخ. وأضافت المؤسسة في بيانها أن جميع حقول المياه توقفت عن العمل بسبب نفاذ الوقود، وحذرت من توقف خدماتها بسبب ارتفاع المديونية لدى المشتركين والتي بلغت أكثر من 10 مليارات ريال في المدينة. وأعلنت المؤسسة أيضا أنها عاجزة عن صيانة تجهيزاتها بسبب إفلاسها نتيجة تأخر سداد المشتركين لفواتير الاستهلاك وانعدام الوقود لتشغيل الحقول والمحطات وغياب أي دعم حكومي لحل المشكلة. وأضافت أنها تحتاج إلى 420 ألف لتر من الديزل في الشهر الواحد لمحطات الصرف الصحي وآبار المياه وحركة المعدات بتكلفة 63 مليون ريال شهريا. صنعاء حرب أم سياسة؟ تحت هذا العنوان كتب مصطفى أحمد النعمان مقاله المنشور في أكثر من موقع. وقال النعمان: في يناير 2015 ازدادت شهية الحوثيين للانقضاض على كافة المؤسسات، وانتهى بهم الأمر إلى وضع الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح تحت الإقامة الجبرية في منازلهم، وسرعان ما أظهروا عدم رغبتهم في أي شراكة لا تتوافق مع مخططاتهم العبثية في تحويل مسار الدولة نحو طريق لا يتواءم مع مهامها الوطنية، بل يسير بها نحو تدمير بنيتها وأهدافها.
اليوم تخضع العاصمة لسلطة الحوثيين، وتمكنوا من إبقاء القبائل المحيطة بها في حالة من السكون. ورغم الضغط الذي تتعرض له ميليشياتهم خارج صنعاء، إلا أنها ظلت قادرة على المقاومة رغم خسارتها لمساحات واسعة في الشرق. ولكن هذا الأمر لابد أن يسبب لها إنهاكا على المدى الطويل لا أستطيع الحكم على زمنه. مارس أنصار الله سلطة قمعية غير مألوفة في مناطق نفوذهم المسلح على كل من خالفهم أو عارضهم، واحتجزوا الكثير من الناشطين الشباب والحزبيين. استهدفوا على وجه التحديد قيادات في حزب الإصلاح كالشيخ الجليل محمد حسن دماج والصديق محمد قحطان وغيرهما، ولم يسلم من أذاهم إلا من التزم الصمت، كما عمدوا إلى إغلاق كافة الصحف الحزبية والمستقلة، وأبعدوا كافة القيادات الإدارية العليا، وأحلوا عناصرهم المطيعة. فدب فساد غير مسبوق وممارسة بعيدة عن مفهوم الدولة وطرق تسييرها، وأحدث ذلك إرباكا في حياة الناس وزادت المعاناة والأحزان. ولكن الأخطر هو إحداث شقاق مجتمعي وتفرق الناس مناطقيا ومذهبيا، بل زادوا أن مزقوا البنى الاجتماعية داخل المنطقة الواحدة. إلى صحيفة القدس العربي والتي تابعت الشأن اليمني. تبادل للأسرى بين الحوثيين والمقاومة في مأرب بوساطة قبلية. تقول الصحيفة في التفاصيل إن وساطة قبلية نجحت بإتمام عملية تبادل 10 أسرى بين مسلحي جماعة الحوثي من جهة وقوات المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي من جهة أخرى في محافظة مأرب. وقال مصدر محلي بمحافظة مأرب أن وساطة قبلية نجحت في الإفراج عن 5 من قوات الرئيس السابق صالح واللجان الشعبية التابعة للحوثي مقابل 5 من أسرى المقاومة الشعبية. وقالت صحيفة القدس إن المشاورات اليمنية علقت دون إحراز أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة، وفي مقدمتها الإفراج عن الأسرى بين الطرفين. إلى صحيفة البيان الإماراتية والتي عنونت في إحدى صفحاتها: لجنة التهدئة اليمنية تنتقل إلى جنوب السعودية. تقول الصحيفة في التفاصيل: اتفقت الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة على نقل لجنة مراقبة الهدنة إلى جنوب المملكة العربية السعودية من أجل العمل على تعزيز وقف إطلاق النار حتى استئناف المفاوضات في 15 من الشهر الجاري. وعن خروقات الميليشيا قال البيان: واصل الانقلابيون تكثيف خروقاتهم الميدانية لوقف إطلاق النار، حيث أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ثاني أعنف هجوم خلال رمضان لميليشيا الحوثي والمخلوع على مقر اللواء 35 مدرع، والذي ترافق مع غطاء مدفعي وقص بالهاون وصواريخ الكاتيوشا طال مقر اللواء ومحيطه. ومن عناوين الصحيفة الأكثر قراءة أيضا: موظفان يتغيبان عن العمل 15 عاما دون أن يلاحظ أحد. وجاء في التفاصيل أيضا أن رجلين في إسبانيا تغيبا عن العمل لمدة 15 عاما قبل أن يلاحظ رؤساؤهما ذلك، واستمرا بالحصول على رواتبهما طوال هذه المدة. وكشفت التحقيقات أن موظفين حكوميين، أحدهما يعمل مزارعا والآخر سائقا، لم يذهبا إلى العمل منذ عام 2001. إلى صحيفة الرأي الكويتية والتي جاءت في أخبارها الأكثر تداولا عنوان: الرهينة الأمريكية لدى طالبان أنجبت طفلا ثانيا في الأسر. وتقول التفاصيل: كشف والدا الرهينة الأمريكية المحتجزة لدى حركة طالبان في أفغانستان منذ أغسطس منذ عام 2012 عن أن ابنتهما قد وضعت مولودا ثانيا في الأسر، وجددت مناشدتها إلى التنظيم لإطلاق سراحها هي وطفليها وزوجها الكندي. والد الرهينة قال إنها أرسلت أخيرا رسالة خطية إلى شقيقتها الصغرى زفت فيها خبر إنجابها مولودا ثانيا في الأسر من زوجها الكندي المحتجز معها منذ نحو 4 سنوات. لكن من يرسم سايكس بيكو جديدة؟ تحت هذا العنوان كتب وحيد عبد المجيد مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية، وقال الكاتب: إذا اختزلنا الحدود الجغرافية الراهنة في العالم العربي والشرق الأوسط عموماً في اتفاقية كتبها اثنان من كبار العالم قبل قرن،
يسهل تخيل إعادة رسم هذه الحدود بطريقة مشابهة في مضمونها، أي عبر قوتين عظمتين في العالم أو أكثر. ويبدو هذا التحليل الشائع أحد أهم عوامل انتشار الحديث عن سايكس بيكو الجديدة ترسم في الفترة المقبلة. فالخيال الغائب في حياتنا العربية الفقيرة إبداعياً ومعرفياً حاضر بقوة في ذهنية المؤامرة التي تتحكم بمساحة يعتد بها من تفكيرنا. لذلك يسهل إغفال أن الخريطة التي أسفرت عنها التفاعلات الدبلوماسية في أواخر الحرب العالمية الأولى وأثرها كانت مختلفة عما تصوره الدبلوماسيان الإنجليزي والفرنسي سايكس وبيكو في اتفاقيتهما عام 1916. ومن أهم ما يغفل في هذا التاريخ أيضاً أن أثر ارتباك القادة العربي في المشرق العربي والعراق آنذاك وتخبطهم وأطمع بعضهم لم يكن أقل أهمية من دور بريطانيا وفرنسا، فقد أتاحت صراعاتهم للدولتين الكبيرتين وقتها حرية العمل وفق الخيار الأكثر واقعية، لأن اتفاق سايكس بيكو كان مفتوحاً على خيارين: دول عربية أو حلف تحت رئاسة رئيس عربي وفق مادته الأولى التي يتم تجاهلها عادة عند استحضاره. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور.